مساء الخير اصدقاء، الله يعطيك العافيه. رجعناكم بعد غياب بتسريبات اكيده. اخترقنا السيزون 11 وجبنا لكم السيزون 11 مثل ما راح ينزل بالضبط. مثل ما بتعرفوا كل ما بغيب عنكم برجعكم بفيديو جدا قوي وجدا حماسي. فبتمنى منكم يا شباب بهالفتره العشرة ايام كان عندي ضغط شغل جدا جدا كبير شباب ببرمجه التطبيقات وبالشغل، والحمد لله رب العالمين. بتمنى منكم يا شباب دعم كمان الحماسي، يعني بعد الغياب هذا القناه شوي الرينج تبعها خف. بتمنى منكم يا شباب تعملوا لايك عمرنا عشان نشتري القناة وفعل زر الجرس ليصل لك الجديد. اهم شيء شباب عملنا لايك وخلينا نتابع بعض بالتسريبات. طلعوا شباب كأني هلا فتحنا الرويال باس السيزون 11 امامكم. اعطوني رأيكم شباب بالسيزون 11 وبالسكنات وبالسكن الار بي 50 اللي هلا راح نشاهدهم مع بعض. جميع السكنات يو بي نايس الاوزي شباب عنا السكار والام 16 كلياتهم راح نشوفهم باذن الله تعالى الرويال باس مثل ما راح ينزل بالضبط معنا يا شباب ما كنتم ملاحظين. طلعوا شباب عندنا بالار بي 1 اذا مالك انت شاحن رويال باس عندك مثل ما كنتم ملاحظين عندك اي سكن السكار مثل ما كنتم ملاحظين شباب سكن السكار بالرويال باس السيزون 11 اشخاص ما شاحنين الرويال باس مثل ما كنتم ملاحظين شباب. كل شيء شباب بتلاقيه قدام مكتوب عليه السيزون 11. طبعا احنا استعرضنا سابقا سكنات اوليه عنا، هلا الحمد لله رب العالمين جبنا لكم سكن او فيديو رائع جدا جدا شباب بعد كل هالغياب. بتمنى منكم يا شباب تفتحوا شاشه تعملوا لايك لاني شباب القناه شوي ضعفت شباب بعد اذنكم. يعني طلعوا شباب مثل ما كنتم ملاحظين عندنا السكن هالشخصيه، الشعر بيشبه السيزون التاسع شباب. طبعا الاشخاص ما شحنين الرويال باس عندهم بالار بي 5 بطاقه الاي دي تغيير الاسم. طبعا شباب هلا حاليا عم بشتغل على تطبيق عم بجمع فيه نقاط وبدي استردهم، وان شاء الله بدفع لكم بس وصلني الفلوس من داخل التطبيق راح اطلع لكم التطبيق مع اثبات الدفع. يعني التطبيق انا عندي عم بشتغل عليه بس ما راح اطلع لكم التطبيق لحتى ان شاء الله شباب اسوي عمليه الشراء من داخله ويصلني المصراط، يوصلني المصراط الي شباب وافرجيكم كيف بدي اسحب مصراط. هذاك هو بطلع لكم عليه فيديو جد شباب، انتظروا الفيديو دي يطلع جدا حماسي باذن الله تعالى. طبعا اسم التطبيق شارك معنا. على كل حال ان شاء الله بدي انزلكم اياه بركي عن نزول السيزون 11 لحتى اسحب المبلغ اللي في قلبه شباب، والله راح تنصدموا من التطبيق. خلينا نشاهد مع بعض. شوف شباب الرقصه، الرقصة للأشخاص الماشي حنين الرويال باس مثل ما كنتم ملاحظين شباب. طبعا عنا قطعة الحلي، في عنا صورة بإمكانها تحطها بالسيزون 11، صورة بإمكانها تحطها بالسيزون 11. عنا بالآر بي 20 سكن الباراشوت، طبعا بامكانك بيطلع لك الاشخاص ما شحنوا رويال باس وفي عليه صوره شخصيتين هن حدث رح نحكي عليهم باذن الله تعالى. وعندنا كمان بالار بي 20 سكن المولوتوف للاشخاص شحنين رويال باس. طلعوا شباب سكن المولوتوف كثير حلو. طبعا الصوره اللي على المولوتوف شباب هي نفس الصوره بتشبه السكن الار بي 50 بالسيزون 11. طلعوا شباب كمان قناع، طبعا ما حلو كتير القناع واللبسه هدول الاشخاص ما شحنوا رويال باس شباب. طلعوا شباب الاشخاص ما شحنوا رويال باس عندنا هالقناع واللبسه العاديه جدا. ننتقل على اللي بعده بالار بي 30 عندنا سكن الطائره وفي رقصه كمان الاشخاص شحنين رويال باس. وفي عندك بطاقه خصم لصناديق بقيمة 60%، بطاقة خصم بقيمة 60% شباب معكم عظيم. طبعا هلا هاد بنشوف الرقصة كمان مع بعض، هاي الرقصة حلوة شباب، رقصة حلوة شباب، رقصة حلوة. اكتبوا لي بالتعليقات شباب على الرقصة على الرويال باس السيزون 11. طبعا بكون معنا كمان سكن الام 16 سكن الاوزي الاشخاص ما شحنوا رويال باس
على سكن الأوزي وبداية السيزون سكن السكار معكم لاحظين. طبعاً بسكن الام 16 بس فيه جليتش شباب. صاير معنا جليتش معكم لاحظين شباب. صاير مثل جليتش. طبعا لازم يطلع الام 16 شباب سكن الام 16. وهي الأوزي. مثل ما راح ينزل بالسيزون 11 شباب الام 16 شايله. طبعا شوف في عنا كمان بالار بي اربين سكن الام 16 اللي تابع هو للسكن الار بي 50 للسكن يعني شباب تاكم عظيم. حلو شباب لا بأس فيه مو ممتاز شباب بس لا بأس فيه لا بأس فيه. هلا بنشوفه مع السكن. طبعا هلا بفرجيكم الباكج كامل شباب. القناع حلو طلعوا شباب. اللبسة حلوة شباب. اللبسة حلوة مع السكن. جيدة شباب جيدة لا بأس فيها اللبسة. طبعا بالنسبة للبسات أفضل شيء كان معنا السيزون العاشر التاسع شباب. هلا حنا احنا بالسيزون 11. اللبسة فيه جدا رائعة شباب. عندك هي القناع شباب. اللبسه كاني ماخوذه من النسخه الصينيه. اللبسه ماخوذه من النسخه الصينيه معكم لاحظين. اكتبوا لي بالتعليقات شباب على السكنات اللي ظاهره قدامنا شباب. طبعا هي مع الرقصه طلعوا شباب. هذا كل شيء يكون داخل رويال باس موجود معنا. عندك القناع عندك لبسات عندك باجات مميزه في عندك كثير شغلات راح تكون معنا ان شاء الله بالرويال باس للسيزون 11. اكتبوا لي تحت بالتعليقات شباب اوراقكم واقتراحاتكم عليها على السكنات اللي راح تكون معنا بالرويال باس سيزون 11. جد شباب شيء حلو شيء رائع. طبعا كل شيء موجود معنا بالرويال باس راح مثل ما انتم ملاحظين راح يكون معنا بالباجات. عندك السكنات المجانيه بس ترفع التقييم. عندك مثل ما انتم ملاحظين سكن الباراشوت. كل السكنات المحطوط عليها اللوجو السيزون 11 هي نفسها راح تكون معنا ان شاء الله بالسيزون 11. جميع الباجات اكتبوا لي تحت بالتعليقات شباب اوراقكم واقتراحاتكم عليها. هي صعدناكم وكل شيء شباب راح يكون باذن الله تعالى بالسيزون 11. على كل حال شباب بدي اكلمكم على الفيديو اهم شيء تسلموا من لايك. بداكم جميل داني الفيديو كان معكم اخوكم محمد تابع قناه زمافيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.